لانه حفز اللاعبين ودوب الخلاف. يمكن قلنا العباره ما بين اللاعبين المحليين كانوا كيحسوا بنوع من لابوش حكره، ولكن كان امتياز للاعبين المحترفين. الان رشيد طوسي دوب هذا الخلاف ما بين اللاعبين ورجع لوموجينيتي للمجموعه، عطى واحد التجانس الشيء اللي جعل يعني عوده الدفع للعطاء. اللاعبين لعبوا بقتاليه كبيره ولعبوا بروح وطنيه عاليه، والجمهور المغربي كان في المهيد. العلامه الكامله للاعبين والجمهور وحتى المنظمين والسلطات الامنيه هنا في ولايه مراكش اللي سهروا على كل كبيره وصغيره، حراس امنيه مجدده وكبيره باش تمر المقابله بسلام. واش اللي حصل الان؟ الان الافراح كبيره للجمهور. كنا كنتظروا الفوز، هذه واحده من الابداعات. لاحظوا ماذا فعل، ارتقى فوق الجميع. ويمكن نقول تغييرات رشيد طوسي كانت في اوقات استراتيجيه غيرت المقابله راسا العقيد باش ترجع في النتيجه، لان النقطه الاستراتيجيه في المقابله هو 1-0 باش انتهى الجوله الاولى. يعني سيناريو كبير كان يكون لو انتهى المقابله الشوط الاول 0 لمثله كيكون سيناريو اخر. على اي هنيئا لنا بهذا الفوز، ونحن نتابع هذه الاعاده وهذه الاهداف بالجمله. واخرها نجم فريق غلطة سراي امرابط الذي اعطى دماء جديده لجيم سعيدي وامتعونا جميعا في هذه المقابله. اذا هنيئا لنا بهذا الفوز، ونلقاكم سيدتي وسادتي في مناسبه قادمه بحول الله. كان معكم عبد الحق شطرط من ساحه الرياضه، الى اللقاء. عنده الكوتشينغ 10-10 والانصار فرحون مسرورون والجمهور المغربي فرح، والعوده الدفء والابتسامه للفريق الوطني. 4-0 رباعيه مثيره، تعطأ رؤوسهم ويغادرون الملعب باستسلام. الفريق الوطني يستحق العلامه الكامله، قدم مباراه استثنائيه بكل ما تحمل كلمة هنا. العالم 10-10 للجمهور المغربي، و10-10 للاعبين، و10-10 للمدرب رشيد طوسي. هذه مقابلة مقابلة الفرج، لأن ترجع الروح للفريق الوطني، ترجع الأمل للفريق الوطني، لأن تأهلنا أولا للنهائيات باش نناقشوا المستقبل ديال الفريق الوطني بهدوء كبير. يعني عندنا رهانات كثيرة نورينا على كأس العالم، ولكن قبل ذلك يلزم حضور كبير وقوي للفريق الوطني الدوره ديال الامم، بطوله افريقيا الامم اللي غتكون في جنوب افريقيا، لانه سئمنا الخروج من الادوار من الدور الاول تقريبا في العشر سنوات الاخيره. الان طوسي عنده استراتيجيه اخرى، مناصفه جاب 14 لاعب من الدوري الوطني و12 لاعب محترف، لانه بالجهه محترف ما كيلعبش في فريق وما يعطيش اضافه للفريق الوطني. هو الشيء اللي اهتم به رشيد طوسي، جاب اللاعبين اللي كيلعبوا في الفرق ديالهم، هو الشيء اللي رفع من التنافسيه ورفع من وتيره الاداء واعاده الاعتبار للدوري المغربي لكره القدم. ادخل عقال، ادخل الحارس المياغري، ادخل العديد من اللاعبين الذين ادخل ياجور، هذا شيء ايجابي جدا، يرجع الثقه للاعبين المحليين. قال رشيد طوسي بالحرب، ليس هناك اختلاف ما بين ما هو محترف خارج ارض الوطن وما بين اللاعبين الممارسين بالدوري المحلي كره القدم. اذا الفرحه فرحه كبيره والبهجه بهجتين هنا في مراكش. 4-0 في مقابله لن تنسى ابدا، في مقابلة لن تنسى أبدا هنا بمدينة مراكش. يعني فريق الوطني كنقول هذه واحدة من أمتع المقابلات اللي قدمها في السنوات السنتين الأخيرتين. ورشيد طوسي نجح في أول اختبار، نجح في أول اختبار لأنه خيبة أمل كبيرة كانت عند كرة القدم المغربية السنتين الأخيرتين. رشيد طوسي محاصر بعشرات الصحفيين، ويمكن نقول هو الاخر، اذا قلت بان العربي عريس المقابله فرشيد طوسي يمكن نقول هو عريس المقابله كذلك على مستوى الصحفي.